السلام عليكم. الآن مع الليكشر الثاني اللي هو عبارة عن Quality Improvement Project. الأوتلاين إن شاء الله راح نتعرف على تعريف الكواليتي وأنواع الكواليتي وأبعاد الكواليتي والتولز اللي من خلالها ممكن ان نستعين فيها لعمل البي اي بي واحد نماذج التحسين الفوكس بي تي سي اي ومن ثم الكونكلوجن. الاوبجيكتيف ان شاء الله باي ذا اند اوف ذس سيشن وي ويل بي ايبل تو اندرستاند ذا كونسبت اوف كواليتي تو نو ذا كواليتي دايمنشنز اند نو ذا كواليتي تولز اند نو ذا بروسيس اوف فوكس بي تي سي اي ميثود. في البداية نحب نعطي background عن الكواليتي حسب الليترشر ريفيو وما تم ذكره في الليترشر ريفيو. الكواليتي in healthcare facilities. الكواليتي أنا نقول huge science، لكن اللي يهمنا حنا الجودة في المنشآت الصحية وفي الرعاية الصحية. الكواليتي في الرعاية الصحية هي عبارة عن the degree to which health services for individuals and population increase the likelihood of desired health outcomes. هي عبارة عن جودة الرعاية أو درجة جودة الرعاية في الخدمات الصحية للخدمات المقدمة للـ population أو individuals لتحديد likelihood اللي هو احتمالية حدوث خطر لا سمح الله ويعطيني نتائج صحيحة. What is quality؟ في أكثر من تعريف وأنواع كثيرة لتعريف الكواليتي. أخذنا منها تقريباً ثلاث تعريف اللي هو maximize patient welfare taking account of expected cost and benefits، اللي هو يتم زيادة ويتم العمل على أعلى ليفل لرفاهية المريض والأخذ بعين الاعتبار تحديد ودراسة التكلفة والفوائد المتوقعة في المنشآت الصحية. في تعريف ثاني اللي هو contributes to improvements or maintenance of quality duration of life، اللي هو ضمان تحسين جودة الحياة لفترة زمنية. التعريف الآخر اللي هو increase the likelihood of desired health outcomes and is consist with current professional knowledge. حسب الـ Institute of Medicine زيادة الرغبة للوصول إلى نتائج صحية مستمرة جيدة جدا تضمن جودة المنشآت الصحية من خلال طرق مهنية ذات معرفة عالية. طيب What is quality improvements؟ إحنا نسمع كثير عن الكواليتي وبالمقابل الكواليتي امبروفمنتس. احنا الكواليتي امبروفمنتس هو عبارة عن مشاريع تحسين او ادوات تحسين يتم من خلالها قياسات معينة ومن ثم عمل conclusion للاوتكمز مثل عملية التحسين. هو عبارة عن systematic efforts aimed to or at enhancing the delivery of healthcare services, improving patient outcomes and optimizing the overall quality of care provided by health care organizations. في شغلة أو كلمة مهمة جدا A systematic efforts معنى جهود ممنهجة منظمة مدروسة. إيه هي الكي وورد في تعريف الـ PIP أو الـ Improvement Quality Project. طيب the quality improvements asserts that everyone has two jobs. First, to do the job they were trained to do, and the second, to improve the system in which they do that job. تمام. تحسين الجودة أو مشاريع تحسين الجودة تؤكد وتعمل على وظيفتين مهمتين جدا. الوظيفة الأولى للشخص يعمل الوظيفة اللي درب عليها. هذا واحد. أنت دربت على وظيفة معينة تعمل عليها. رقم اثنين اللي هو إمكانية تحسين النظام اللي من خلاله أنت تعمل فيه.
the system in which they do that job. بمعنى انك تعمل مثلا في الاي بي سي كنترول عملك اليومي, هذا هو الفيرست جوب. سكند جوب في مشاريع تحسين تعود بالجود اوتكمز على مستوى المستشفى او المنظومه اللي تعمل فيها. لذلك مهم جدا انه الفيرست او التو فاكتورز تكون available في اي مشاريع تحسين. طيب انواع الكواليتي عندنا ميجربل وعندنا بريكتبل وعندنا بريسبتيف. راح نعرفها بشكل ديتيلز ايش الفرق بين الميجربل والبريكتيف والبريسبتيف بشكل يعني مختصر. ميجربل احنا قلنا في الريسك اسسمنت ميجربل معناته انه فيجرز اتعامل معنا مع ارقام مع شيء يقاس. عرف الميجربل من خلال انه ذا اسب aspect of care which can judged by provider through comparative measures between the actual performance versus the standard one. مثلا او بمعنى انه انا عندي شغلة اقيسها قبل وبعد تبين لي آلية القياس. هنا لما انا استخدم ادوات رقمية تبين الوضع قبل وبعد عمل مشاريع التحسين يسمى measurable quality. Applicative quality هي عبارة عن aspect of care which can be judged by the experienced practitioners who rely not only on the standards but on their personal judgments or experience. هنا شوي مختلف, يعتمد على الخبرة مقدم الرعاية الصحية من ناحية منظور شخصي أكثر إنه من ناحية شيء رقمي. Perceptive quality هو رقم ثلاثة, اللي هو الاسبكت اوف كير which is perceived just by the recipient of care deliver. بمعنى انه متلقي الخدمه الصحيه في مشاهدتنا الصحيه كمريض مثلا من خلال وجهه نظره واعتقاده وحكمه على الخدمه المقدمه له تعتبر perceptive quality. طيب quality dimension, في كذا steps للquality dimensions. أولاً لابد أنها تستوفي معي السيفتي, لازم أنها تكون تهدف وتضمن السيفتي. ومن ثم تايملنس, وش معنى تايملنس؟ يعني بيريد. أنا عندي البروجكت البي آي بي يحدد من كذا لكذا, من مانث لمانث, من ديت لديت. لابد أن يكون إفكتيفنس, يعني يكون فعال, يعني له good outcomes للمشاهدة الصحية. لابد أن يكون إفشنسي, بمعنى إفشنسي كفاءة عالية. لما يكون إعداد البي آي بي أو مشاريع التحسين لابد أن تكون المتر ستاندرد, تكون كفاءتها عالية جدا. إكوتي بمعنى أنه أحدد النيدز, where is our needs and start the interventions to be from this point, which department needs more interventions. Patient centered which is means تعتمد على البيشنت, مركز على البيشنت نفسه من ناحية خدمات مقدمة للبيشنت بشكل دايركتلي. طيب again حنا شفنا قبل شوي smart في الريسك assessment وشفناها الحين معنا smart في quality. الاس again specific مثل ما ذكرنا في الريسك assessment, لابد ان يكون شيء محدد, target area محددة, target department محدد, time محدد, patient could be patient محدد as well. ولابد أن تكون measurable قابلة للقياس, applicable قابلة للتنفيذ, rational فيها شوية مرجعية وسببية لعمل ال PIP, reasons, time based من ناحية تحديد مستهدفات المشروع وبداية انطلاقته ونهايته. طيب عندنا الـ types of quality management tool. عندنا tools تستخدم للـ quality, ممكن تكون qualitative نوعي أو quantitative كمي. إيه هي اللي من خلالها راح يكون فيه measurements بالذات الـ quantitative لتحديد الـ risk أو تحديد الـ area to be improved. راح نعرف إن شاء الله بشكل تفصيلي كل أنواع التولز. نبدأ ب
نبدأ بال نبدأ بال quantitative tools، هو عبارة عن statistic figures numbers. دائم حط في بالك أي numbers or أي words which is means quantitative، دائم تكون تتعامل مع أرقام على شكل أرقام، سواء كانت إحصائية أو كان data أو كان على شكل comparison between before and after. ممكن تكون من خلال باي شارت او ران شارت، كنترول شارت، بار شارت، باريتو دايجرام، اند تشيك شيت. راح نعرف ان شاء الله كل تفاصيل انواع التولز. لذلك بدينا بالكوانتيتيف. اول ما اقول كوانتيتيف معناته انا اتعامل مع ارقام، لابد انه يكون مبني على عمليه حسابيه رقميه باستخدام ادوات الاشياء الرقميه. النوع الثاني اللي هو كواليتيتيف. الكواليتيتيف اكثر وصفي، ديسكريبشن، ما فيه مو متعلق بارقام. ممكن يكون برين ستورمنج مثلا، عصف ذهني. ممكن يكون ملتي فوتنج اللي هو مثلا اصوات، مثلا والله عندنا احنا الحين ايشيو، احنا عندنا 10 اشخاص، عندنا اجتماع اليوم 10 اشخاص، عندنا ايشيو تحتاج مثلا مشروع تحسين. في طريقه مشروع التحسين احنا العشرة، سبعه من العشرة صوت انه نبي نتبع مثلا طريقه الفوكس بي دي سي او طريقه الانترفينشنز المعين حسب الساينتفك. هي عمليه تصويتيه، ممكن تكون فلو شارت او افينيتي دايجرام والكوز والافكت دايجرام. البرين ستورمنج ذكرنا قبل شوي انه عباره عن ستراكشرز جروب بروسيس يوز تو كرييت many ideas as possible. احنا عندنا الايمج هنا، الصوره ممكن توضح اكثر انه مثلا اكثر من شخص يجلسون يسوون عصف ذهني لعمل انترفينشنز معين او لنقاش ايشيو او ريسك معين في الجسم او في مكافحه العدوى او في المنشاه الصحيه، من ثم يبنى عليه ديسيشن ليتر اون. مثلا لابد ان يكون كريتيفيتي، large number of ideas, all teams member involved, sense of ownership and decision, input to other tools. بعد ما يتم عمل brainstorming يتم مشاركتها مع leaders، يتم مشاركتها مع other stakeholders لأخذ أفضل الأفكار أو ideas التي نتجت عن عملية العصف الذهني. المالتي فوتينج، الجزء الثاني من الكواليتيف، هو عبارة عن تكنيك used to prioritize a long list of possibility or alternative and to move the team towards consensus. بمعنى أنه مثلا أنا عندي أكثر من خيار للتدخل، أكثر من خيار للحلول، يؤخذ تصويت من ضمن اللجنة ومن ضمن بعض الأعضاء لأفضل الحلول، الأكثر تصويت يتم الأخذ به. هنا معي الافينتي دايجرام، هو عباره عن دايجرامز used to organize ideas and data. بمعنى انه دايجرام او فورز يتم ترتيب الافكار من خلاله حتى يتم بناء عليها عمل خطط تحسينيه. طيب عندي الفلو شارت اللي هو يعتبر برضو من أحد التولز اللي تستخدم. هو عبارة عن صورة تختصر وتحدد وتوضح خطوات البروسيس أو الإجراء، لكن مهم جدا في الفلو شارت إنه يكون يتبع الأوردر اللي هو التصنيف. التصنيف مثلا من خلينا نقول من الواحد إلى عشرة، لابد إنه نبدأ بواحد ومن ثم اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى حد عشرة. لذلك الفلو شارت يساعد جدا في فهم وعمل وتنظيم الخطط التصحيحيه من ناحيه كواليتيتيف. لابد ان يكون حسب السيكوينتلي اوردر. الفيشبون
عند الفيشبون واضح، وهو احد ادوات الجوده تستخدم لتحديد العوامل اللي ساعدت على احتماليه حدوث الخطر او زياده حدوث الخطر، وهو عباره عن ستراكشرز ممكن يكون يحتوي على صم، خلينا نقول ستيبس. عندنا هنا الفايف امز تحتوي على المان باور، الميثودز، المشينز، الماتيريالز، المانجمنت او المانج. ممكن خلال عملنا في الاي بي سي كديبارتمنتس او في عملنا في المنشآت الصحيه ممكن الفايف امز عندنا تتغير حسب النيدز. مثلا والله عندي انا جابز مثلا في المان باور، اوكي تعتمد على المان باور، من ثم تعتمد البروسيس والبروسيجر السبلاي وهكذا. في برضو الفايف بي بيز وهي الباترون، والباترون هو اليوزر اوف ذا سيستم، هو اليوزر في ذا سيستم، البيبل الوركرز، البروفيجن سبلايز، بليس تو ورك الانفايرمنت، بروسيجرز ميثودز اند رولز. كلها ادوات او تولز ممكن نستخدمها لتحديد الجابز قبل عمل اني بي اي بي، لانه البي اي بي او البرامج التحسين تعتمد بشكل كبير على الطريقه الصحيحه لتحديد المخاطر او تحديد الجابز. والفيشبون اناليسز من اهم التولز الموصى بها لعمل الجابز. التشيك شيت هي عباره عن ستراكشر prepared from all collecting and analyzing data. This is a generic tool that can be adapted for a wide variety of purposes. هي عبارة عن شيت، في example في slides هنا عبارة عن data نجمعها ونحللها ومن ثم نعطيها scores والtitle scores. هنا الباريتو chart هو عبارة عن bar graph لكنه له طريقة حسابية معينة. لاحظ على اليسار هنا العمودي وهنا تحت الأفقي. هنا يكون على اليسار في أرقام numbers، وفي المقابل على اليمين في العمود اليمين percentage نسب معينة. هنا يبدأ بالمشاكل، كل الألوان تحت الأخضر الأصفر الأحمر الأزرق هذه كلها مشاكل مثلا في الورك بليس. الأكثر تكرار ومن ثم الأقل تكرار إلى الأقل تكرار إلى الأقل تكرار، نلاحظ أنه في هنا شيء تنازلي، الأكثر فالأقل فالأقل فالأقل. ومن ثم يرسم لاين عبارة عن 80% اللي هو لاين باريتو، ومن ثم يرسم كيرف إلى 100%. نقطة التقاء الكيرف اللاين 80% هي اللي تحدد لي أولوية الانترفينشنز. نلاحظ أنه في هنا لاين نازل، خط نازل تحت، وفي نقطة لقاء هنا، بمعنى الإشيو اللي في الجرين والإشيو اللي في البلو والإشيو اللي في اليلو والإشيو اللي في الريد هي تعتبر هاي سيجنيفيكنت، ومن خلالها يتم أولوية لاتخاذ القرارات. الرن شارت هو عبارة عن تولز show the change of value over a period of time. الرن شارت عبارة عن again شيء عمودي وشيء أفقي، هنا الأفقي time وهنا الفاليو في العمودي، ومن ثم في changeable movement متغيرات من خلال ال period of time. هنا ممكن أنها تكون جيدة جدا لتحديد وتقييم البروجكت، هل البروجكت نجح معي أو أنه ما نجح، ومن ثم في عمل عدم نجاح البروجكت يتحدد الويكنس، وين كان الويكنس، وين كان الستوب اوف موفمنت. خلينا نقول مثلا هنا نمبر 7 او مانث 7 كان في ريدكشن، يتم تحديد ممكن يكون هنا في انترفينشنز لاتخاذ ري ثينكينج اجين اباوت يور انترفينشنز، واي هير ان نمبر 7 وي هاف ستوب اند وي دونت have progress, why here in number books we, for example after 7 we have peak then drop, what is the gap here, what happened. لذلك الرن شارت هو يعطي صورة جيدة على مدى أهمية البروجرس التقدم الخاص في أي مشاريع.
طيب الآن نجي عندنا لأحد أهم الجودة الميثودولوجي مشاريع التحسين اللي هي فوكس بي دي سي اي، هي عبارة عن بلان دو تشيك اكت. راح ناخذها بشكل تفصيلي، وايش يعني كل حرف؟ طيب فوكس بي دي سي اي في دائما في الجودة statement you cannot improve what you cannot measure، بمعنى إذا في أي مشروع تحسين لابد أن يكون قابل للميجربل للقياس، لابد أن يكون based على quantitative data rate. بما أننا نتكلم عن surveillance اليوم وهويس، surveillance data تساعد بشكل كبير لعمل مشاريع التحسين واستخدامها كبنش مارك، ومن ثم مقارنتها بالبروجرس افتر ذا انترفنشنز. طيب الفوكس بي دي سي اي ديفلوب باي والتر شوارت ان 1920s اند وارد ديمينج ادابتد ذا بروسس اند كولد ات بي دي اس اي سايكل. الاف لما نقول فوكس، الاف يرمز الى فايند اوبورتونيتي اوف امبروفمنت، بمعنى إمكانية وجود فرصة تحسين في المنشأة الصحية عندك. ابحث عن إمكانية الوجود الفرصة التحسينية. Again، إذا شفت أنت high rate من خلال بيانات السيرفيلانس لشهر معين، هي ممكن تأخذ كأنها فرصة للتحسين. بعد تحديد فرصة التحسين يجي عندنا الـ O، organize a team. مين تبي معك يكون involved في المشاريع التحسين؟ الاي بي سي، انفكشن كنترول، الكواليتي. اجين نرجع لما ذكرناه في السلايد اللي قبل او في الليكشر السابق، الريسك اسسمنت، تراي تو انجيج وات دو يو نيد تو هيلب يو تو هاف جود اوتكمز ان يور بي اي بي. كلاريفاي ذا كرنت بروسيس، ايش الخطا وايش الايشو الان اللي معمول بها اللي بناء عليها طلع عندي هاي ريت مثلا. اندرستاند ذا ريزون وذا ريسورس اوف ذا بروبلمز، ايش المصادر اللي عندك اللي سببت في المشكله. سلكت ذا امبروفمنت، بناء على الاستدي او الستبس السابقه اختر افضل الانترفينشنز التي تعتقد انه فعلا راح يصير فيه ريدكشن وبروجرس في الايشيو. فايند ذا بروسيس تو امبروف، identify process to be improved, priority setting criteria لابد أن تكون high volume ذات قيمة عالية, high cost بمعنى أنها تكلفتها التدخلية تكون مردودها على المنشأة الصحية بشكل جيد جدا, لابد أن تكون تحتوي على problem born وتحديد المشاكل المتعلقة بالريسك, وأن تكون الهاي ريسك. مثلا عندك الأولوية, مثلا لو عندي مشكلة هاي فوليوم قيمتها عالية, أو أنها تستدعي التدخل. لما أقول هاي فوليوم أنه لابد أن نتدخل, هاي كوست تكلف المنشأة الصحية مبالغ كثيرة, بروبلم بورن اللي هو يتراكم عليها شغلات كثيرة للمشاكل, ومن خلال الريسك اسسمنت هي عندي نمبر 1 اكوردنج تو ذا برايورتي ليست. اورجنايز ا تيم, واضح معي في الصوره تحت التيمز اللي ممكن من خلاله نستفيد في اي مشاريع تحسين, ممكن يكون فيزيشن, نيرس, فارماسيست الى اخره, حسب السيتويشن وحسب نوع البي اي بي. استخدامات التولز اللي ذكرناها قبل شوي كبرين ستورمينج بين التيم, عصف ذهني, افينيتي دايجرامز, مالتي فوتينج, هي اللي من خلالها راح يكون الدسكشن بين التيم. هنا كرفاي كرنت نوليدج اوف بروسيس, نلاحظ انه الايمج اللي ذكرناها في التولز تكررت معي في فوكس بي تي سي اي, لانه كل تولز ماشي مع كل ستيبس. هنا لما اقول كلاريفاي ذا كرنت نوليدج باي هاو وهو وات, من خلال مثلا الفلو شارت, نرجع ستيبس,
من خلال مثلا فلو شارت هو احد الادوات وافضل الادوات اللي تحدد لي كيف ومن وماذا اللي هو current situation الوضع الحالي للمشكلة. Understand process, variation and capability من خلال الفيشبون ومن خلال باريتو ومن خلال الرن شارت من خلال الكوانتيتيف داتا من خلال what are the major cause of variation or poor quality, what and who and when and where and how will the data be collected, what cause of variation can be changed to improve the process. دائما مشاريع التحسين لابد ناخذ بعين الاعتبار الأسئلة هذه what, who, when, where, how حتى نضمن مشاريع تحسين ذات جودة وقيمة عالية تهدف لتحقيق المستهدف الخاص لكل مشروع. التول اللي ممكن أن نستخدمه الفيشبون الهيستوغرام والكنترول شارت حتى يتم تحديد understanding current situation process variation. عندي select strategy for continued improvements. The team selects the most appropriate solution keeping in mind the cost and difficulty of implementation. It is important to select improvement opportunity that will have the best likelihood of success and greatest feasibility. Again, لما يكون في تيم في مشروع أكيد راح يكون في brainstorming. Brainstorming راح يكون فيها كثير ideas, راح يكون فيها multi-voting, راح يكون فيها flowchart, راح يكون فيها many interventions. مهم جدا إنه leaders للPIP عند الفاسيليترز يكون في انسجام للتيم لاختيار أفضل الحلول اللي بناء عليه يحقق لي منتين ويحافظ على الهيومن first of all resource and the financial resource على مستوى القطاعات الصحية اللي هو الأول والأخير الحفاظ على الأرواح البشرية والحفاظ على الموارد المالية للقطاعات الصحية. البلان plan the change detailed plan تكون مفصلة جدا. أنا بختصر البلان دائما حط في بالك إن البلان تحتوي على many elements. أول شيء تحتوي على issue, إيش issue, إيش description issue, إيش recommendations issue, مين responsibility. أنا أفضل إنها تكون by department أو حتى name, why not. Period of time expected solution مثلا from 10th of February till 20th of February which is 10 days. ومن ثم آخر كولوم اللي هو safe status. إيش معنى status؟ إنها تكون مثلا closed or still open بمعنى إنه والله أحد recommendations إنه عمل مثلا training and educations لstaff in ICU للكلاس مثلا الNCRS. أنا يعني مركز على NCRS كلاسي حتى يكون فيه توافق بينه وبين الاستراتيجية اللي طرقت حديثا. لذلك مثلا أحد التوصيات خلينا نقول الريكومنديشن ترينينج إدوكيشن تارجتينج النيرسينج الصف مثلا على المينتنس وتارجتينج الفيزيشن على الانسيرشن. أوكي لابد أن تكون محددة ومكتوبة بشكل تفصيلي حتى يتم متابعتها بشكل سهل later on. دو تيست هنا لما يكون فيه implement the change that you have decided upon document problems or unexpected observation during the implementation. التست بمعنى انه هل الانترفينشنز الذي تم اتخاذه من قبل التيم الخاص بالاي بي هل هو فعلا valid؟ هل هو فعلا قيم ذات جودة وفعالية وكفاءة قيمة؟ أقول لا والله we need to rethink again about our interventions. دائما التست يعطي clear image where we are now, what we are going to do, what do we need to improve our result. Study the result من خلال is the result you were expected بمعنى انه انا عندي مستهدف بداية المشروع اني انزل مثلا
حالات الكلابسي بنسبه 20% خلال 6 شهور 7 شهور. بعد 6 شهور هل انا حققت المستهدف ال 20% في الريدكشن في الكلابسي ولا لا؟ هل هو متوقع انه المستهدف يتحقق ولا لا؟ If the change was not successful or did not achieve the expected or desired result, skip the ACT and go back to the planning stage. بمعنى انه اذا تحقق مثلا الشينج او انه او was not حقق not successful, do not achieve the expected or desired result, انه يتم الانتقال الى يتم العودة إلى الخطة التصحيحية مرحلة ما بعد التخطيط أو مرحلة التخطيط. Act to hold the game. بمجرد أنه يتم تحقيق achievements, outcomes, أو تم تحقيق بعض مستهدفات أو مستهدفات المشروع, نحاول أن نسوي maintain لهذا المستهدف. بمعنى أنه يتم تعزيز أو اتخاذ الإجراءات والتأكيد على استمرارية اتخاذ الإجراءات اللي حققت لي الهدف المستهدف من خلال strong communication with a clear channel of communication during and through the organizations. Believe me. أي نجاح مشروع جزء كبير جدا 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 يعتمد على الكلير كوميونيكيشن, لانه بعد مراجعه الليترشر ريفيو وجدنا انه 70% من الورك بليس ايشيو ريليتد الى باد شورت ان كلير كوميونيكيشن. لذلك مشاريع التحسين لضمانها وضمان جودتها لابد من ضمان تفعيل تواصل جيد وواضح من خلال أو من بين الستوك هولدرز. Conclusion, دائم في الختام لابد أن نتذكر الستيتمنت الخاص بالجودة, ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحسينه, والكواليتي عبارة عن التزام وتطبيق مع الستاندردز المعمول فيها والموصى بها من خلال أو من قبل الـ evidence based. هنا في مراجعنا, إذا أحد interesting to have a look or have more details about our lecture. يعطيكم العافية, وإذا في أي سؤال تفضلوا.